نعم، حاليا يوجد هناك هدوء نسبي في مدينة كوباني بعد تعرض المدينة للمرة الأولى بعد اتفاقية وقف إطلاق النار في أكتوبر عام 2019 إلى قصف بالطائرات الحربية لنقطة تتمركز فيه الجيش السوري في ريف كوباني الغربي. حسب المعلومات التي وصلت إلينا أن هناك عشرات عفوا أكثر من 20 عنصر من الجيش السوري تعرضوا للإصابة، وهناك قتلى أيضا من الجيش السوري. إضافة إلى ذلك، منذ ساعات الصباح الأولى تتعرض مناطق في وسط مدينة كوباني وأريافها الغربية والشرقية، خاصة القرى الواقعة على الحدود، لقصف عشوائي على منازل المدنيين والبنية التحتية في المدينة، القصف التركي. في الحقيقة تحدثت وسائل الإعلام التركية عن دائما تتحدث عن انتهاكات من قبل قوات سوريا الديمقراطية بأنها تقوم بقصف مخافرها الحدودية التي تقع على الحدود السورية التركية، ولكن في الحقيقة وكأن تركيا تريد أن تخدع المجتمع الدولي وتقول لهم بأن الشعب السوري ليسوا بشر، فقط الذين يفقدون حياتهم. في الحقيقة يعني ومنذ ساعات الصباح هناك حالات إصابات بين الصفوف المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء في كوباني. ف يعني تطور القصف، فقد حياته طفل لم يبلغ من العمر 14 عاما، إضافة إلى إصابة طفل في رأسه لم يتجاوز عمره العامين، إضافة إلى إصابات أخرى في صفوف المدنيين بينهم نساء في حالة صحية حرجة. ولكن الآن وبعد تعرض المدينة وتعرض المطحنة في مدينة كوباني للقصف بالطائرات المسيرة والمدفعية التركية التي أدى إلى خروجها عن الحدمة، حاليا تشهد المدينة وأريافها الغربية والشرقية حالة هدوء نسبية. تزامن القصف التركي على كوباني بموجة نزوح بين المدنيين، خاصة الحدود، باتجاه قرى تبعد عن الحدود السورية التركية. صراحة هناك كان حالة رعب وخوف بين المدنيين في كوماني، إلا أن المدينة تشهد حالة هدوء حاليا. كان معتادا أن النظام التركي يستخدم المسيرات في قصف أهداف في شمال وشرق سوريا، لكن أليس من اللافت وغريبا أن تتدخل أو تشن غارات طائرات حربية تدخل أجواء سوريا وتقصف نقطة قوات حكومة سورية؟ نعم، هذه كما تحدثنا سابقا، هذه هي المرة الأولى التي تقصف الطائرات الحربية التركية مناطق داخل سوريا. أعتقد بأن هذا التطور جاء بعد قمة سوتشي بين بوتين وأردوغان. أعتقد هناك اتفاق بين روسيا وتركيا للضغط على قوات سوريا الديمقراطية، حتى بدأت القوات التركية وبكل جرأة تقصف بالطائرات الحربية نقاط تمركز للجيش السوري. لكن في الحقيقة القوات الروسية أيضا متواجدة في كوباني، والجيش السوري أيضا متواجد، لم ترد برصاصة واحدة، لا القوات الروسية المتواجدة ولا قوات النظام برصاصة واحدة تجاه الأراضي التركية. أشكرك جزيل الشكر من شمال وشرق سوريا زان العلي، مدير وكالة نورث بريس في الرقة.